السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرة أخرى في قناة سارة إنجليش. الدرس ديالنا اليوم هادي نحضر على Check Your Progress ديال Units 5 and 6 اللي هو في مقرر Ticket to English Page 95. نبدأ بالتمرين الأول. Fill in the blanks with the correct words. So عندنا governed, gender, equal, patriarchal, priority, suitable, female. But governed هي مسير. Okay. Gender يعني الجنس واش female ولا male. Equal مساواة. شي واحد يكون متساوي مع شي واحد آخر. Patriarchal بمعنى ذكوري. Priority الأولية. Suitable مناسب. Female بمعنى مؤنث. So in the past political parties thought women were not for politics. يعني في الماضي political parties يعني دوك في الانتخابات كانوا كيفكروا باللي العيالات ما كانوش ديك الكلمة اللي خاصنا for politics بالنسبة للسياسة. إذا هنا الجملة باينة يعني ما كانوش مناسبين للسياسة يعني suitable. B political parties should have more candidates. يعني الانتخابات خاصهم يكون عندهم أكثر من هاد النوت الكونديديت يعني اللي هو يا فيميل. سي many people thought that women were not as strong as men. يعني بزاف الناس كيفكروا ان العيالات ماشي قويين بحالهم بحال الناس. and were وكانوا هما يا by emotion. emotion هما الاحاسيس. اذا governed by emotion يعني مسيرين من طرف الاحاسيس اكثر من العقل. دي in a society في واحد النوع ديال society men الرجل have leadership and dominance in all domains. يعني الرجل هو اللي عنده القيادة وعنده الاستحواذ على جميع لي دومين. اذا هنايا باينة هي patriarchal يعني في المجتمع الذكوري etc. e at the moment في هاد اللحظة political parties have many women on their election lists giving them a high etc. يعني هاد الانتخابات اللي كيكونوا put many women كيحطوا بزاف العيالات in their election lists في الليست ديالهم الانتخابية giving them وكيعطوهم واحد الحاجة اللي هي high عالية. اذا هي priority كيعطوهم واحد الأهمية واحد الأولوية كبيرة. F today women are breaking يعني الآن ولا اليوم العيالات كيكسروا الحدود on many fronts في بزاف المجالات. يعني هنا breaking gender boundaries يعني دوك الحدود الجنسية نتاع واش أنهم عيالات صافي كسروهم. J yet they are still struggling for recognition and treatment. يعني رغم ذلك باقي كيعانيو ولا كيعانيو من لا struggling يعني كيعيشو فواحد الصعاب من اجل recognition تعريف بهم وايضا واحد النوع ديال treatment اللي هي المعاملة. then equal treatment وبالمعاملة المتساوية. تمرين تاني rewrite these sentences using expressions like also to along with yet despite however etc. يعني غادي نعاود نكتبوا هاد السنتنسز نستخدموا واحدة من هادوك الكلمات etc. يعني تقدر تزيد انت شي حاجة من عندك ماشي بالضرورة غير هادوك اللي كاينين تمايا بوحدهم. Okay, so عندنا working women contribute to society's development. They also improve their children's life. So العيالات اللي تيخدموا لا سوري هادي تقدس. A Moroccan women have gained far-reaching rights. يعني العيالات المغربيات يعني صافي ولاو حصلوا على الحقوق ديالهم في بزاف الحوايج. We still need to identify the needs of rural women. واخا هكاك زعما باقي حنا خاصنا نايدونتيفاو نعرفوا needs يعني الاحتياجات نتاع هذوك النساء اللي كاينين في القرى. B some women work full time in their jobs. يعني بعض العيالات كيخدموا الوقت كامل في الخدمة ديالتهم. They cook okay طيبوا. They clean okay نظفوا الدار and take care of the children okay
كيد دي وهاف الدرجة صار فولي داتهم. So see the Moroccan law guarantees women's rights، يعني القانون المغربي كي guarantee لنا الحقوق نتاع المرأة. The government revised the family code to improve women's situation، والدولة راجعت المدونة باش أنها تطور الحالة ديال المرأة. دي this code raises the age of marriage، يعني هاد الكود اللي كاين في المدونة يعني رفع لنا من لاج ديال المارياج من 15 ل 18 بالنسبة للدريات. It gives wives، وعطات العيالات واحد joint responsibility بحال واحد المسؤولية متشاركة with their husbands and family matters، مع الأزواج ديالهم في الاحتياجات العائلة. E women suffer from negative stereotypes، يعني العيالات كيعانيو من دوك الإشاعات اللي كيطلقوا عليهم ولا دوك الأفكار المغلوطة عليهم اللي هما النيجاتيف. They realize remarkable achievements، كيحققوا واحد واحد الحوايج اللي هما حققوهم كيكونوا remarkable، باينين زعما معروفين. F Moroccan women have already entered the parliament، يعني المرأة المغربية العيالات المغربية ديجا دخلوا البرلمان، البرلمان. Their number is limited، يعني الرقم ديالهم limited محدود، الرقم ديال بحال قلت البلايص اللي كاينين في البرلمان محدود. إذا نشوفوا هنا الأجوبة. Moroccan women have gained far-reaching rights، yet we still need to identify the needs of rural women. B. Some women work full-time in their jobs. Moreover, they cook, clean, and take care of the children. C. The Moroccan law guarantees women's rights. The government also revised the family code to improve women's situations. Along with raising the age of marriage from 15 to 18, the code gives wives joint responsibility with their husbands in family matters. E. Although women suffer from negative stereotypes, they realize remarkable achievements. F. Despite the limited number, Moroccan women have already entered the parliament. نشوفوا دابا التمرين الثالث، غادي نخدموا من الاكتيف فويس للباسيف فويس. اوكي، يعني شنو من اكتيف فويس هي الباسيف فويس، يعني شنو كنا قلنا على الباسيف فويس؟ فاش كنحولوه كنشوفوا الفيرب اللي عندنا في الاكتيف فويس، وكنحولو وكنزيدو في الباسيف فويس الفيرب تو بي، وكنحولو لهداك التنس اللي عندنا في الفيرب اللي عندنا في الاكتيف فويس. المثال اللي عطاونا they appointed، عندنا appointed هنا اللي شفناها كاينه في الباست، في السيمبل باست. اذا في هذاك الجملة ديال الباسيف فويس غادي نزيد الفيرب تو بي، وغادي نديرو في السيمبل باست. كما كتشوفو ماريا واز appointed، وديك appointed كنديرها في الباست بارتيسيبو. اوكي، يعني خصكم تردو البال irregular verbs. انا ديجا درت واحد الفيديو كيفاش يجيكم irregular verbs ساهلين باش تحفظو، غنخلي لكم في الاخر الفيديو. ايضا غنخلي لكم الباسيف فويس حيت ضروري 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 بزاف كيتحط في الامتحان. بون نشوفو ديجا ديريكت الأجوبة لأنهم ساهلين. So the year of the elephant was written by ليلى أبو زيد. So عندنا هنا ديك was درناها في simple past، لأن عندنا ديك الverb اللي هو written كان في simple past، كان wrote في الجملة الأولانية اللي عطاونا. B. Some outstanding women have been awarded، يعني هنا كان ديك awarded، كانت هنا have awarded لا has awarded ما قدش. مهم في ال present perfect، يعني هنا غنديرو ال verb to be تا هو في ال present perfect. C women should be helped in the housework، هنا ماشي بالضرورة نديرو سوجي، اوكي ماشي بالضرورة نديرو by ندرسها في الأولى، ماشي مشكل، ماشي بالضرورة ديروها، لأنه أصلا ال passive voice كنديروه فاش ما كنكونوش محتاجين شكون اللي دار ولا ما كنعرفوش، ولا يعني ماشي بالضروره تكتبوا ديك باي كذا وكذا ولا باي كذا وكذا، كتجي شويه الجمله ناقصه، ماشي بحال اللي درتيها غير هكا كيبان انه الباسيف فويس فقط، يعني بدون ديك باي. دي the rural woman situations need to be improved. Dinner is being cooked for the special guests.
New fashion kaftans has been produced. A scholarship will be given to the first woman graduates. H. More jobs must be given to skilled women. A show is going to be performed in Muhammad's Fifth Theater. هنا عندنا is going to be لأن ديك is going to حتى هي كنديروها بحال المودلز اوكي يعني فاش كتكون عندنا is going to داك الفيرب to be كنحطوه كما هوايا لأنه أصلا في الجملة الأساسية اللي عندنا is going to perform اوكي إذا انت الفيرب to be غنحطوه كما هوايا كيكون بحال المودلز داك is going to يعني ما كتحولش. J. Argan Oil Cooperatives has been set up to sustain development. إذن هذا هو الأخر نتاع الفيديو. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. غادي نحط واحد الفيديو واحد آخر اللي فيه تمارين كتار هنا في check your progress. وخافك ما عطاكمش بزاف ديال التمارين. المهم إلا عجبكم الفيديو متنساوش تضغطوا على لايك، وأيضا لما كنتوش مشتركين ضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبدأ يوصلكم الجديد إن شاء الله كالعادة. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.